Dans le cadre de cette prestigieuse cérémonie, l'attribution du titre de docteur honoris causa. Une cérémonie que nous avons voulue au sein de cette école. اليوم جامعة محمد الخليس اليوم تتوج هذه الشخصية البارزة ضيف المغرب السيد مدفيديف، وهذا التتويج لشخصية علمية لها دور رائد في المجالات الاقتصادية والسياسية وأيضا العلمية، هو بالنسبة لنا فتح نفس جديد للعلاقات الأكاديمية والعلمية بين البلدين وخلق حركية الطلبة والأساتذة بين البلدين. حتى اليوم تقريبا 20,000 خريج الجامعة الروسية من المغاربة، نحن بصدد تطوير هذا العدد. تقريبا اليوم كاين 1200 طالب مغربي في روسيا، وان شاء الله بفضل هذه البرامج العملية سوف نتعدى هذا الرقم. De l'Université Mohamed V à nous rejoindre pour la remise officielle de ce diplôme à son récipiendaire. Merci, mesdames et messieurs.